حرام عليك خلاص يا عم خلاص كل قرش يفتح ده المليين اهدى بقى ليه 3000 جنيه ومعايا وصل بيهم ولولا كرامتك في السوق انا كنت طلعت على النيابه يا بت يا جدع ما تصبر ده المعلم سلطان يعني خيره على الحته كلها ولا ولا التليفون على الفاضي بقول لك ايه يا عم الحاج مالكش فلوس عندنا وادي الوصل بتاعك اهو ليك شوف اي حاجه خلاص يا صلاح خلاص في ايه مالك يا جدع خد يا عم فلوس الغرفه ده يلا يا جدع في ايه كمل انت يا سيد كمل راح فين ده انت ابني كمل يا عم انا مش ابني انا ابن كلب شيل عنه ليه يا ابو خلاص يا عم انت مالك اشيل عنه ولا ما اشيلش ما هي فلوس يسترك ربنا يا سيد زي ما سترت الراجل اقول لك ايه ما تنساش بقى ميعادنا عشان تشوف الفيلم ها اوعى تفصع انت التاني لا ما تلاقيش بس عندي مشوار اخلصه على السريع واجي لك على طول ما تسيبنيش لوحدي يا سيد ها ده انت عارف بقى اول طريق الشهره ماشي يا نجمه بس ما تمشيش تنك علينا ها ما اقدرش يا اخويا يلا طيري ماشي انت مش خدت فلوسك يا عم اتكل على الله خير يا صلاح جالك خبر يا حبيبي من ابوك ولا حاجه وهيجي منين الخير وانت اخبارك مزهزاهه في الحاره كلها صلاح انا الحمل تعبني يا اخويا ومش حمل منهده خش في الكلام دغري وهات اللي في عيبك على طول من غير ولا اصل ولا فصل طب ما تجيب انت بقى اللي في عيبك وتقولي لي انت ايه حكايتك انت مسلطة عليا ولا مخنوقه من الدنيا وعايزه حد يخلصك منها نعم يا عينيا يخلصني ده يا صلاح لا يا حبيبي اظبط كلامك واعرف انت فين ولا هو اول ما ابوك يروح في حديد تيجي تمسك في نسوانه يا ربنا رحمه انه مش هنا شوفي بقى اما اقول لك حطيتي عينك على الراجل سبتولك تشبعي بيه وهو ربنا بيبليكوا ببعض انما بقى شطانك يوزك وتقربي من حقي او حق امي واللي خلق الخلق اخليكي تندمي على اليوم اللي شافك فيه قول كده بقى من الصبح نارك قايدة عشان كتب لي البيت باسمي وغير العدادات مش كده كلامك مش معايا يا اخويا كلامك مع اللي باع وسجل كل حاجه في الشهر العقاري وبشوق انا ما ضربتوش على ايده يا عينيا لو انت الصدق ضربتيه على نفوخه قعدت شغال اسطوانه الواد جاي نصيبه صلاح المفتري اللي هياكل حقه لحد ما جبت الراجل على بوزه وكتب لك كل حاجه طب ومال ما هو ابنه زي ما هو ابني ولا انت عايز تكوش على كل حاجه لوحدك النهايه من الاخر يا مره زي ما وزتيه ضيع تقعدي على نفوخه لحد ما يرجع والا وحيات النونه ما هخليكي توعي تشوفيها وبقول لك ايه انا مش هاجي اهدد تاني لو شفتيني مره كمان تعرفي ان انا جاي ازيك ماشي يا النونه نبقى مكسوفة يا حماد حاسة ان كل حي بيعدي كأنه بيبص عليا ويقول ايه الولية دي اللي عمالة تعمل زي العيال مين ده؟ طب خلي اي حد كده يبصلك بصة ولا يتكلم كلمة على الحرام من ديني يجيبه دمه سايح تحت رجلي اهبط يا حماد هو انت يا اخويا مفرط في صحتك والسلام طب ده احنا فاضل لنا نشبك ايدينا في ايدين بعض ونمشي زي التلامذة وماله اما التلامذة احسن مننا في ايه بس يا حماد اختشى الله يا نصر في بس إيه؟ بقى هتشيل هم الناس لحد امتى انا فاكره وانا عيله كانت امي الله يرحمها تحطني في حجرها عشان تدفر لي شعري وتقعد بقى تحكي لي عن قصصها هي وابويا قبل ما يعقدوا على بعض وحكايات وروايات الله يرحمك يما كانت ايده شمعته على راسها طب وانا امتى بقى هتيجي شمعتي؟ انا قايد لك صوابع العشرة شمع بس لما يحصل هيحصل على الحرام من ديني اللي هيحصل بتحبني يا حماده بحبك يا نهار ازرق يا نصرة انت لما كنت بتعدي من قدامي بس في الحاره كان قلبي بيتزلزل من مكانه طب بس يا اخويا ما تقولش اكتر من كده انا عارفه نفسي بتمرع ولما اتمرع بقى محدش يعرف يلمني وهو ده اللي انا عايزه تدلعي وانا عاصلك فتسوقي فيها فنخ انا بقى لحد ما اقع لك دور رقبتي اسم الله عليك